بلا غياب بلا الاخنوس انا كنت كنتسنى كشتا، ما كنتش كنتسنى بن صغير. مع احترامي لبن الصغير، بن الصغير هو فهاد ممكن مع المنتخب الاول حاجه، اما مع هذا المنتخب الاولمبي اللي هو نفس الاعمار السن تقريبا حتى هما مع لاعبين شباب اللي نفس المستوى، فمش زعما نقولوا صغير السن بارابور، هو لاعب اللي عنده تقريبا 16 17 سنه قرب يكمل 17 سنه. كنتسنى بانه يكون اكثر شغف اكثر عطاء. بالعكس انا شفت لاعب اللي بعض اللاعبين انا شو اللي كيقول لك زلزولي دار ماتش مع العراق يمشي يلعبوا زلزولي عنده في المنتخب ديالو، اللي عنده شي منتخب يدي عنده يلعب. الليلي لانيلي اللي ما يدي فوندي ما يعطيك تسنوا يماركي ليا بيت في 10 سنين بقى مازال نقول خاصني نامن به مع احترامي لهم. اليوم كيبان بالموس بعدا ندوه على اخنوس ما كانش في التشكيله. الزحزوح احسن من بن الصغير في هذا البوست واحسن من اخنوس هذاك البوست. ونتحدى كلامي احسن من اللي اليوم كنقولوا رحيم اللي اليوم كيشيد به انه مسجل تقريبا 6 الاهداف في الاولمبياد. 6 الاهداف ياك اخويا رمز، 6 الاهداف 6 الاهداف شحال هذه كان غليظ. دابا ضعف من امشي. لا 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 ماشي هذه الكره، الكره ما كتخاتش بحالك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.